كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى رومانيا لتصل إلى 369.7 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 252.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، وذلك بنسبة ارتفاع قدرها 46.3%. هذا وبلغت قيمة الواردات المصرية من رومانيا مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 750 مليون و500 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 39.5%.